هرم فاغنر المخيف بات مقطوع الرأس، يعيبه غياب القيادة والظهر المكشوف. 10 سنوات تمددت خلالها جذور فاغنر لتصبح القوات شبه العسكرية دجاجة تبيض ذهبا لكريملين، لكن مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين ومؤسسها الفعلي ديمتري أوتكن أدخل مصير عشرات الآلاف من مقاتليها نفق المجهول وعدم اليقين. فسيناريوهات مستقبل إمبراطورية فاغنر الغامض تتأرجح بين الصمود أو الاختفاء والموت. أقل من أسبوع مر على حادث تحطم طائرة بريغوجين، والأسئلة تتواصل حول مصير قواته. السيناريوهات المحتملة حددها مراقبون بـ3: حل المجموعة التي تضم آلاف المقاتلين بشكل نهائي، ثانيها دراسة الكريملين لسبل إخضاع فاغنر لسيطرته بشكل مباشر، فيما يتمثل السيناريو الأخير بتعيين قائد جديد لها، علما بأن الخيارين الأخيرين هما الأقرب وفق مراقبينا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.